فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسكن في الرياض وعملي فيها، ولكن يقول أسكن في الرياض وعملي في الرياض، ولكن لدي استراحة في بلدتي الأصلية التي تبعد عن الرياض مسافة سفر، وأذهب إليها آخر كل أسبوع، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ إذا كنت منتقلا من بلدك، منتقل من بلدك وسكنك في الرياض المستديم، يعني انت رحلة نقلة مستمرة، فإنك تعتبر في بلدك مسافرا. أما إذا كان لا، أنت تسكن بالرياض وتسكن في بلدك متردد بينهن، فليس لك الجمع والقصر. نعم.